أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين مداهنة الكفار ومدارات الكفار؟ مدارات الكفار تجوز عند الضرورة، وهي عدم التنازل عن شيء، وإنما يوافقهم في الظاهر في شيء لا يمس دينه في الباطن. وأما المداهنة فهي التنازل عن الدين أو عن بعضه من أجل الكفار، هذا لا تجوز المداهنة. ودوا لو تدهنوا يدهنون، لا يجوز المداهنة، وهي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار. نعم.